أجواء ربيعية دافئة وارتفاعات على درجات الحرارة ليلا لتصبح الأجواء مناسبة للفطور والسحور، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا، ولكن بالنظر هنا إلى درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب ابتداء من مساء يوم السبت، نجد أن درجات الحرارة أو يبدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا، لتصبح الأجواء حارة نسبيا مع نهار يوم الأحد، وتستمر ارتفاعات درجة الحرارة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بما يقارب 8 إلى 10 درجات مئوية، لتكون الأجواء حارة يوم الأحد والاثنين. لذلك نود التنبيه من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الأيام. وبالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، تكون هنالك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تكون 10 مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 6 كيلومترات في الساعة. أما في درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، فيوم السبت متوقع أن تكون درجة الحرارة 23، ليلا 14. أما الأحد والاثنين فمتوقع أن تكون الرياح نشطة، يوم الاثنين متوقع أن يكون هنالك بعض الغبار المتناثر، ولكن درجة الحرارة تكون ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية في العاصمة عمان، وترتفع درجات الحرارة ليلا لتصبح 21 إلى 15 درجة مئوية. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها من إربد، حيث تكون درجة الحرارة 26 إلى 16، في المفرق من 26 إلى 14، جرش من 26 إلى 15، عجلون من 24 إلى 16 درجة مئوية. في العاصمة عمان من 23 إلى 14، في الزرقاء من 26 إلى 15، في البلقاء من 23 إلى 16 درجة، مادبة من 24 إلى 14، والبحر الميت من 30 إلى 21 درجة مئوية. جنوبا في الكرك من 24 إلى 16، في الطفيلة من 22 إلى 17، في معان من 27 إلى 13 درجة مئوية، في جبال الشراه من 21 إلى 15، وفي العقبة من 32 إلى 25 درجة مئوية. في الرويشد من 27 إلى 14، في الصفاوي من 28 إلى 14، وفي الأزرق من 29 إلى 15 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.